السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة الكوت. احتفلت كلية علي الصباح العسكرية اليوم بتخريج الدفعة 44 من الطلبة الضباط. الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تخلله تخريج 365 طالب ضابط من الجيش والحرس الوطني، بالإضافة إلى طلبة ضباط من عدد من الدول العربية. كما تخلل الحفل تخريج طلبة ضباط كويتيين تخرجوا من كليات عسكرية في دول خليجية وعربية. وأكد مسؤول كلية علي الصباح العسكرية أن الكلية واكبت المتغيرات التكنولوجية في تطوير مناهجها، مشيرين إلى أن المعدل العام للطلبة الضباط في هذه الدفعة بلغ 84%. تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقيم صباح اليوم حفل تخريج الطلبة الضباط من الدفعة 44 من كلية علي الصباح العسكرية. الحفل أقيم بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكبار الشيوخ وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين. وأكد مسؤول كلية علي الصباح العسكرية خلال الحفل أن الكلية واكبت المتغيرات التكنولوجية في تطوير مناهجها. لقد واكبت كلية علي الصباح العسكرية المتغيرات التكنولوجية من خلال العمل على تعديل وتطوير المناهج العلمية والعسكرية والاستغلال الأمثل للوقت والإمكانيات وتطبيق العلوم العسكرية الجديدة واتباع سلوك النهج الواعي المستنير لبناء أجيال من الضباط والقادة على مستوى عال من الثقافة والمعرفة. الحفل تخلله مراسم التخرج وطابور العرض العسكري الذي أعقبه تسليم واستلام علم كلية علي الصباح العسكرية بين دفعتي طلبة الضباط 44 و 45. تلاها انصراف الخريجين وعرض الفصيل الصامت، ثم قام طلبة الضباط الخريجون بدخول ساحة الكلية والإعلان عن النتائج النهائية لدفعة طلبة الضباط الخريجين. إجمالي الخريجين عدد 365 طالب ضابط، المعدل العام 84% بتقدير جيد جدا. بعد ذلك تفضل سمو أمير البلاد بتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل والمتفوقين من كلية علي الصباح العسكرية، ثم قام آمر قيادة شؤون الطلبة الضباط بتلاوة اليمين القانونية للتخرج، ومن ثم الاستئذان بانتهاء طابور العرض العسكري وعزف السلام الوطني إذانا بانتهاء الحفل. سارعتم الخطى بإصرار وثبات وبالصبر والمثابرة.